غير كسوف، الأستاذ مجدي أحمد علي قال إن اختيارك في دور الفجومي كان غير موفق. كلامه صح ولا غلط؟ والله كان عنده حق. إذا كان بيقصد الفيزيك اللي هو الشكل الخارجي ما كنتش أحسن حق، ما كانش طبعاً شكل الفجومي، لكن الروح نفسها طبعاً. الفيلم نفسه كان يعني عليه ملاحظات طبعاً، الطريقة اللي خرج بيها ما كانتش أحسن حاجة، إنما في الحتة بتاعت أداء دوري انتقدت من ناس قريبة كمان من عم نجم الله يرحمه، لكن كفاية شهادة عم نجم ليه. ما حسيتش إن الفيلم ده أضر صورة الفجومي مش أضف لها؟ بصي، عم نجم هو القياس بالنسبة لي، هو عجبه الفيلم، أو على الأصح هو اللي قال أنا كده خدت حقي. هو يقصد إن قصته اتعرضت على الناس. طبعا كان ممكن يقول أنا عايز فيلم أقوى من كده وأحسن من كده، بس هو كان يقصد يمكن إنه كويس إن كنتوا افتكرتوني في حياتي، أظن، وده أقل شيء كان ممكن يتقدم. وطبعا كان المفروض، أو يعني ما زلنا ننتظر فيلم عن أحمد فؤاد نجم وعن الشيخ إمام، يمكن شباب يعملوه يكونوا عندهم نظرة أحسن أو إنتاج أفضل أو كده.